وفي نشرتنا بعد الفاصل. انطلاق فعالية المؤتمر الدولي للبناء والأعمار بنسخته 14، وأربيل تحيي اليوم العالمي للشاي وسط تجمع غفير لأهالي المدينة. القنصلية الإيرانية في سليمانية تستقبل المعزين بوفاة رئيس اعتبارا من الأربعاء. مراسم تشييع الرئيس الإيراني ومرافقيه تبدأ الثلاثاء وتنتهي بالدفن يوم الخميس. الرئاسة السورية تعلن إصابة أسماء الأسد بسرطان الدم. القوات الروسية تحرز مزيدا من التقدم في جبهة خاركيف. وأردوغان يهاجم مسابقة يوروفيجن ويصفها بأنها حصان طروادة للفساد الاجتماعي.